بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. سعاد بغدادي مقاولة أم لبناتين متزوجة. المسار الدراسي ديالي كان في الابتدائي بن حزم، مدرسة بن حزم المختلطة اللي كان المدير ديالها هو السيد بولويز الله يرحمه برحمة الله. من بعد التحقت بالثانوي السلك الأول اللي كان هو ثانوية مسيرة، ومن بعد التحقت بالسلك الثاني اللي كان الثانوية ديالي سميتها ثانوية عمر بن عبد العزيز اللي كان المدير ديالها الله يرحمه برحمة الله السيد إسماعيلي. ومن بعد كان الالتحاق ديالي بالجامعة، ولي دوزت المسار ديالي في الجامعة، ومن بعد التحقت درت واحد التكوين المهني ديالي كانت فيه عامين، كانت سبيسياليتي ديالي لانفورماتيك دو جيستيون ابليكي. ومن بعد كملت الدراسة ديالي والتحقت بلا بونك اللي كانت هي السياش اللي دابا راها فيوزيون مع تجاري وفا بونك اللي دوزت فيها 3 سنوات. ومن بعد فكرت باش انني ندير المقاوله ديالي، لان شت راسي في لابونك ماشي شي حاجه اللي هي اللي غادي نكمل بها لا كارير ديالي، يعني شت انني ما غاديش نقدر نكمل الخدمه في لابونك. وبقيت كنفكر انني خصني ندير واحد الشركه ديالي، واللي كانت عباره عن غير يعني فكره، ولكن من بعد انني بقيت كان نشوف المده ديال هاد الشركه اللي غادي نديرها غادي تكون بعيده عليا بزاف، ولكن انا قربتها. علاش؟ لانني ريت لابونك وبقيت كندير لي ستاج بارتو، يعني داخل المغرب وخارج المغرب. وكنت في الاول كنت غادي ندير امبريمري ومطبعه، وهذيك المطبعه خدمت عليها بوندون اون اني واحد السنه كامله، ولكن هي انها ماشي كانت ضياعه الوقت، ولكن كانت بالنسبه ليا واحد الاكسبيريونس، لانني عرفت فيها كيفاش غادي نلتحق بالمقاوله، وكيفاش غادي نكون عندي الشركه، وكيفاش غادي يكونوا عندي الخدامه، وكيفاش غادي يكون عندي لي سالاريي. ولان في ديك الوقيته ماشي بحال دابا اللي راه كلشي تبارك الله متاح، لان دابا لي فورماسيون بارتو كان، واليوم عندهم تشجيعات وشجيعات المقاوله ولا كومبانيومون وكلشي. حنايا في ديك الوقيته لا، حنايا كنا ديروا راسنا براسنا، يعني بغيت دير شي حاجه خصك انت تبحث عليها وانت تجري عليها وانت تقلب عليها باش توصلها. دونك كانت واحد الطريق ديالي اللي كان زعما صعيب بزاف. درت هذاك المشروع ديالي نتاع العود اللي بضعه سنوات، كانت واحد 3 سنين ديال الجهاد ديال الخدمه، يعني كان الجهاد ديال بصح، ماشي انني يعني خدمت ونعست. راه الخدمه راه كانت تبدا من 7 ديال الصباح حتى 12 الوحده ديال الليل، يقدر ما ننعسوش حتى النعاس ما كنشوفوش، لان الخدمه كانت كثيره وخص لو سويفي. تغلط غير قد هكا يقدر ان مارشي زقل فيه غير في العبار، راه غادي يمشي لك كلشي، غادي يمشي لك. دونك الحمد لله تحديت وخدمت ووصلت، وانا جيتي كرياتيف، يعني كل مره كنبدع شي مشروع، يعني ماشي اقتصرت غير على العود، ان شركه العود وصافي. الالومنيوم الوقيله الاولى اللي دخلت في وجده باش دارت الالومنيوم، درتو من بعد باش انني درت الشركه ديال العود، يعني ها العود زدت الالومنيوم. الالومنيوم بدينا كنا نجيبو الالومنيوم من لسبان، كان في ديك الوقيته ما كاينش، كان غير في الناظور، كان سيتي تري 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 شيخ، الوغ كنا نجيبوه من لسبان، كومونديو عليه يجي نجيبوه. كنا كان نخدموه في ديك الوقيته، حتى الصنايعيه ديالو كنا كنجيبوهم نفورميوهم من الدار البيضاء ونفورميوهم باش يبقاو يتعلموا يخدموا عندك، ونجيبو من اسبان حتى للخدامه باش نفورميوهم. وهذا دونك عاوتاني نجحت فيه. ابخي جيتي كرياتيف اون اوتر فوا، كملت الالومنيوم
tout ce qui est inox, tout ce qui est vitrage trompé, tout ce qui est cuisine équipée. Les cuisines déjà كنت نخدمهم بالعود ولكن كان بالتطوير ديالنا عاوتاني اي حاجه كتدخل اللي كانت استيتيك نوليو ندخلوها حتى حنايا اللي هو ان كنا نديروا هاد الصنادق هاد الشيء لي كويزين بالام دي اف الهاي كلوس واننا كنا نجيبوا الصنادق ديال الكوزينه من عند واحد الشركه في الناظور كانت دير لنا الصنادق وكنا نقولوا نجيبوا بعدا باش نجيبوا من عند هاد الشركه نبداو معاها نجيبوا عليها هاد الصنادق ونسييو واش غادي ننجحوا. ومن بعد شفت انني غادي امبورتي لي ماشين من برا باش ندير لامبريمري وكان غادي يتعطلوا عليا وكانت خاصها فلوس كبيره باش غادي تصرف وباش غادي المهم كان عندي واحد صعوبه في هذيك المطبعه اللي كنت غادي نكريها اللي كنت غادي نخلقها. من بعد فكرت انني بوكو با ندير ان الوالد ديالي الله يرحمه كان كيبيع العود بالكرو في المنطقه الشرقيه اللي انا كنت استفدت منه بزاف وانا صغيره كان علاش انايا راني ما قديتش نكمل لابونك لانني كانت هذاك بحال ديك التجاره كانت تجري لي في الدم دونك كنت نبغي باش انني خصني ندير شي حاجه شي مقاوله ديالي بحال الوالد دونك انا فكرت باش نطور هو كان يبيع اللوح انا فكرت باش نطور هذاك اللوح انا نخدمه ماشي نبيعه دونك باش بديت بالعود اللي كل شيء اللي كان الشركه كريتها اللي فيها البيبان السراجم لي كانابيس دادر دقش البلدي كان ديك الوقيته كنا عاد مازال ما دخلش الالومنيوم كنت ايوا المهم شت راسي انني بديت هذاك باش نبدا هذيك الاخر خصني دي ستاج خصني دي فورماسيون. انا كنت كنقلب على راسي كنت كنمشي للدار البيضاء كنت كنمشي لاسبان تلاقيت مع شركات اللي فتحوا لي البيبان ديالهم وتعلمت منهم سواء اوني فو جيستيونير او سوا في لاتولي ولقيت راسي يعني غادي نقدر نكمل المسار ديالي وغادي نتكل على الله وغادي نحل لاسوسيتي ديالي وغادي نبدا ونتكل على الله سبحانه. دونك هذاك الشيء اللي درتو كريت لاسوسيتي دخلت الخدامه بقيت كان ندير لاكومبانيومون راسي يعني اي مشروع كنت كنشدو انا ندير لو سويفي ديالو ما عمري تخليت عليه باش حفظت المهنه ديالي وخدمتها لانني تبعتها درت لها لو سويفي ديالها باش تم النجاح ديالي لحد الان. البنات زعما انايا امون نافي انا كيما قلت لك يعني كيما الراجل كيما البنت دابا راه البنت كيف كيف انا البنت كنثق فيها اكثر علاش لانها كتخدم كتضرب تماره كتبغي توصل ولكن زعما الخدمه ديالي انا بوغ موا هادي راها سي تري تري دور راه صعيبه الا ما كانش المراه زعما تري تري باسيون يعني تصبر بزاف و وتضحي بزاف من وقتها يعني تعرف كيفاش اكيليبري اونتخ دارها وليداتها وراجلها واليكستيغيغ وخدمتها بو با سون سورتيغ. كيفاش ربيتي البنات حتى ولاو وحده مهندسه وحده هذه هي الهضره اللي قلتها لك الفوس اكيليبري الوقت اللي هي مزيره بالخدمه والله الا واخا مزيره بالخدمه عندي البنت تخرج 12 نكون عندها في الباب ديال المدرسه في الليسي ما كان في الاول كان يديهم ترونسبور واخا ترونسبور لو سويفي تليفون لو سويفي في ليكول كل شيء كان عندي الاخ ديالي الله يخليه لي كان التليفون واحد ما نكونش كون في الناظور ولا نكون بعيده ولا عاوتاني هو كان يدير الخدمه ديالو. واش كانت صدفه ان انت علوم والبنات ديالك مشاو علوم صدفه ولا كاين شيء ولا حنا عندنا كاع العائله عندها كلها تبارك الله مخاخ كلهم علوم هي حتى بنات خويا دابا كلشي دي سونس مات دي ماتو وحده دارت ليكول المحمديه وحده دارت اليافي دونك حنا كاع تبارك الله راه عندهم دي ماتو عائله العلوم كلهم دي ماتو كلهم مخاخ. انا كنحسب كنقولها لي كوميرسو ديالي ولا الخدام ولا الكونطابل ولا مين يكون يحسب ولا شي حاجه نقول هذيك شحال غادي تجيك عارفه لو مارشي شحال غادي يخلي لي مونطالمون ماشي عاد نستنى تنحسب غادي نشوفو نقول لك هاد شحال المارشي شحال غيخلي لي بلا ما نحسبو اون استيماسيون كتجي في بلاصتها مدقه محطوطه